يعاني تجمع أنفوز بلدية العيشة ولاية الأغواط، والبالغ عدد سكانه ما يقارب 5000 نسمة من عدة مشاكل تجعله خارج مجال التنمية، لانعدام الأساسيات الضرورية المرتبطة بحياة المواطن كانعدام الماء وربطه بالغاز الطبيعي والكهرباء، وخصوصا تسجئة البناء الريفي رقم 25 قطعة والتسجئة رقم 65 قطعة. كل حاجة ما هي مهما خادمين عندنا والو، ما مش يخدموا. راكم شفتوا بعينيكم الشوارع كي دايرة، شفتوا بعينيكم الماء كيف راه داير، شفتوا بعينيكم رانا ساكنين نسخنوا الحطب، ما كان لا غاز لا تريسينتي لا حية. ونطلبوا من السلطات تشوف لنا بعين الاعتبار وتجينا هنا، ونطلبوا من السيد الوالي ماذا به يجينا يزورنا في أقرب وقت. كما يعاني عدد كبير من تلاميذ الثانوية بالقرية مشكلة كبيرة مع انعدام النقل المدرسي، مما يدفع أولياءهم في أغلب الأحيان إلى كراء سيارات خاصة لجلب أبنائهم من أفلهم. كاين واحد الناس والله ما يقدروش بياتهم، ما عندهمش كيفاش ترانسبور، ما كانش تقريبا يخلصوا عليهم، وكاين على بالك يمنكو يضطر باش يمنكو غدوه من ذاك ما يعاودش يرجعوا حتى يخدموا لهم يخدموهن. رانا عايشين المعاناه بسبب ترونسبور، ما كانش منا الافلو، حنا طلبه رانا دائما عندنا مشاكل، دائما عندنا مشاكل في الترونسبور، نخلصوا في دراهم. كلهم اولادنا بالتمرميات كلهم نكرو لهم باه يدوهم، يا العقور طار، رحنا للدائره شكينا للدائره قال لك ودي كل الوسائل كاينه، كيروح البلدية يقول لك ما كان والو. وفي انتظار تدخل الوالي لحل مشكلتهم، لأنه في رأيهم هو الوحيد الذي يستطيع فك معاناة